المنازل اللي تعرضت لهذا الدمار. الساكنة المحلية يعني تحكي وقائع اللي هي مرعبة. يقولون بأن العلو ديال المياه تجاوز 20 متر في هذه المنطقة. كما تنشوفوا باقين العلامات ديال المياه يعني في الطبق الثاني، يعني المياه ديال هذا الواد اللي داز يعني وصل للطبق الثاني. ونلاحظ ايضا يعني واحد السياره ديال نقل مرضى القصور الكلوي هنا في المنطقه اللي السائق ديالها للاسف السائق ديالها حتى هو من الضحايا ديال هذا الفيضان. تنشوفوا القوه ديال المياه، يعني هاد الجدران اللي بطبيعه الحال استسلمت لهذا التيار الجارف. هذا مقر ديال التعاونيه، تنشوفوا الابواب الحديديه ديال هذا المقر، المعدات ديال العمل. الحمد لله اليوم لقينا يعني امكانيه اننا نوصلوا لشبكه الهاتف النقل باش ننقلوا هذه المشاهد الحيه والانيه لمخلفات هاد الفيضانات. فهاد الدوار بالضبط يعني كاينين ضحيتين، جوج ناس اللي توفوا. يتعلق الامر بسائق هاد السياره ديال نقل مرضى القصور الكلوي، وايضا سائق سياره وهو في نفس الوقت فقيه وإمام أحد المساجد هنا في المنطقة. المياه يعني جرفتها باتجاه هذه البناية. الروايات اللي كاينة حاليا من الساكنة المحلية تشير أن السائق كان يحاول يعني تجنب الفيضان اللي كان بطبيعة الحال ما كانوش تيتوقعوا انه يوصل لهذا المستوى. الفيضان اللي كان تيدوز من هذه المنطقة ما كانش تيتجاوز هذا الحاجز اللي كان هنا. بطبيعة الحال الناس اللي تيعرفوا سموغن هي واحة اللي فيها الالاف ديال الاشجار ومئات الالاف ديال الاشجار ديال النخيل. بالطبع كان عبارة عن اشجار ديال النخيل.